يا رشيد اللاعب اللي ما معك كرت وبطاقة، رشح نادى الهلال وجابها النصر السعودي، رشح نادى الهلال وجابها النصر السعودي. قال والدعوة تخصك، قال انا مالي علاقة، الفتيلة من حزامي والشرارة من زنودي، الفتيلة من حزامي والشرارة من زنودي. قال والدعوة يا فهد يا طيب راسك لو سلمت من الحماقة، مبتلش والمشكلة بين العرب هم واليهودي، مبتلش والمشكلة بين لا تقدم لي طعام ابليس مالي فيه فاقه، وش يوديني حدود الناس وانا اعرف حدودي، سبرة الهوى شهوة أساس المشكلة من درينا قه، زد شرب من هالشجيع وزد شرب من هالشرودي، لو فصلت السايق اللي ما معه رخصة سواقه، هانت الطرقه على الطرق عساها ما تعودي، انت رحت تجاهد الصدقان وخربت الصدقه، اعرض القصه على القاضي وجيب لها شهودي، صك الباب في وجهه سبر مع كل طاقه، اخذ له طبع من طبع الحضارم والزيودي، والله اني ما قعدت بلا صديق ولا رفاقه، ما رحديت القراده لان طارت في القرودي، المنافق يا الزلامي ما يعيش بلا نفاقه، ماري اللي تطبخون الفاس عيالا يجودي، وش
اسوي بك يا قربت راسك للحلاقة، مستعد اقضي عليك ولا انت ربي ومعبودي. طيب